تحدي كورة هذا المساء بين لاعبي نادي الشرطة خضر علي وحسن عاشور، نشاهد التحدي ومن سيفوز أخيرا. السلام عليكم، برنامج كورة اليوم عندنا تحدي مع الكابتن حسن عاشور، والسؤال الأول يقول ضد أي نادي انسحب الشرطة من بطولة آسيا؟ تل أبيب. صح. متى تأسس نادي الشرطة؟ سنة 1932. صح. السؤال الثاني، ماذا يسمى الملعب باللغة الإنجليزية؟ مطب الإنجليزي. السؤال الثاني، ماذا يسمى النادي باللغة الإنجليزية؟ كلوب. السؤال الثالث، من هو الهداف التاريخي للدوري العراقي؟ كابتن سهل عباس. صح. السؤال الثالث، من هو صاحب أعلى رقم تهديفي في الدوري العراقي؟ الكابتن يونس عبد علي. صح. السؤال الرابع، كم مرة تأهل العراق إلى كأس العالم؟ مرة واحدة. صح. السؤال الرابع، كم مرة أحرز العراق بطولة غرب آسيا؟ مرة واحدة. صح. السؤال الخامس، من هو النادي الأكثر حصولا على لقب دوري أبطال أوروبا؟ ريال مدريد. صح. السؤال الخامس، من المنتخب الأكثر إحرازا للقاب كأس العالم؟ البرازيل.